أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين في متابعة إخبارية جديدة من أكسترا نيوز. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيم الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني تجاه مسار التسوية السياسية. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعيا لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها. جاء ذلك خلال استقباله السناتور الديمقراطي رون وايدن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث حذر الرئيس مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة من مخاطر، مؤكدا أن التسوية السياسية للأزمات يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. كما أكد الرئيس موقف مصر الثابت في التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. من جانبه أشار السناتور الديمقراطي إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار وتدعيم قواعد السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بدور مصر الناجح والفاعل في مكافحة الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني وإرساء قيم التسامح. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة العمل الدولي المتكاتف لوضع حد لخطر الإرهاب لتقويض نشاطه من خلال مواجهة شاملة لجميع عناصره. وأدان الرئيس السيسي بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت في سريلانكا، وتوجه بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمصابين. كما أشار الرئيس في بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن الإرهاب يشكل جرحا غائرا في ضمير البشرية ويستخف بالروح الإنسانية. قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها إن الهيئة لم تصدر أي قرار بمد التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الرابع. وناشد الشريف خلال مؤتمر صحفي وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بما تصدره الهيئة، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. لم يحدث أن اتخذت الهيئة أي قرار إلى الآن بأن يكون هناك تصويتا ليوم الرابع. لم يحدث أن صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بمد التصويت إلى الآن عن حد ليوم الرابع. كما أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف إن الهيئة رصدت إقبالا كثيفا من المواطنين على التصويت على التعديلات الدستورية. وأكد المتحدث عدم تلقي أي شكاوى خلال عملية التصويت على التعديلات الدستورية، كما أعلن أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة الاستفتاء. أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أصدر قرارا باستمرار عمل لجان الاقتراع على استفتاء تعديل بعض مواد الدستور بمختلف محافظات الجمهورية خلال ساعة الراحة التي حددها القانون من الثالثة وحتى الرابعة عصرا. وقال المستشار لاشين إبراهيم إن القرار جاء تيسيرا على المواطنين ونظرا لإقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية. وفي نفس الصدد أغلقت صناديق الاقتراع في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستأنف اللجان عملها مرة أخرى غدا الاثنين اليوم الثالث والأخير بعد أن أشرف القضاة ورؤساء اللجان على عملية إغلاق صناديق التصويت بالأقفال الكودية المؤمنة عقب انتهاء اليوم الثاني من التصويت. واصل أهالي محافظة شمال سيناء التصويت بكثافة ملحوظة في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ففي مدينة الشيخ زويد ظهرت منذ فتح اللجان صباح اليوم ظهرت طوابير المواطنين، كما امتدت طوابير السيدات أمام اللجان بشكل ملحوظ.
انتهت عملية تصويت المصريين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في معظم دول العالم، فجرى التصويت في 140 بعثة دولية ب 124 دولة من 9 صباحا إلى 9 مساء طبقا للتوقيتات المحلية لكل دولة. أكدت مصر أن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية يستلزم رؤية واضحة من جانب الحكومات والمجتمع المدني على السواء لمسؤوليات وواجبات كل طرف. وفي بيانها الذي ألقاه ممثلها أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى المنظمات غير الحكومية على هامش الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشرم الشيخ، رحبت مصر بجميع ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين، وأكدت على تطلعها إلى أن تتيح النقاشات في إطار المنتدى فرصة لتبادل الرؤى والخبرات والدروس المستفادة، وأن تسفر عن بلورة أفكار وخطوات عملية تساهم في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وتعزز من بعضها البعض. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دعم ومساندة مصر للحكومة الصومالية ولكل الجهود التي تستهدف تحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وخلال استقباله أحمد عيسى عوض وزير الخارجية الصومالي والوفد المرافق له، أشار رئيس الوزراء إلى أن مواقف مصر التاريخية كانت دوما داعمة للصومال ولشعبه، معربا عن استعداد مصر لتلبية احتياجات الحكومة الصومالية من الدعم الفني والتدريب والمنح الدراسية من أجل المساهمة في تخريج كوادر صومالية قادرة على قيادة جهود بناء الدولة. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التعاون القائم بين مصر والصين لا سيما في الفترة الأخيرة، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لاستفادة مصر من التجربة التنموية والخبرات الصينية. وأشار خلال لقائه نائب رئيس شركة هواوي العالمية إلى أهمية استثمار الشركة لهذا المناخ الإيجابي من التعاون من أجل تعزيز استثماراتها في مصر. من جانبه أكد نائب رئيس الشركة اهتمامها المتزايد بالسوق المصرية، مشيرا إلى حرص هواوي على التجاوب المرن مع ما تحتاجه الأسواق. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله سالمين.